ماجد المهندس من المطربين العرب الشباب اللي تميز بالموسيقى الهادئة وأداء الرزين وصوته الرومانسي. أنا بعد مهدي من أشد المعجبات بماجد المهندس. أنا كنفضل السلاح الآخر ديال الموسيقى. ماجد المهندس عقد واحد اللواء صحفية وعبر فيها على حبه الكبير لهذا المهرجان الكبير. شلونك حبيبي مشتاق لها مر عمري كله حبيبي. مهرجان أكثر من رائع وشرف كبير لي اليوم أتواجد فيه وأغني على مسرح موازين. الله يقدرنا إن شاء الله ونكون بحسن ظن كل الإدارة اللي دعتني ونقدم سهرة حلوة تليق بهذا المهرجان الكبير وتليق بجمهور موازين الكبير.